العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بما اشتمل عليه: ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. توفي المختار على نبيه وعمره صج على المرض، وقت الضحى في مثل يوم ولد فيه عليه الله صلى بدا، وخير المختار في البقاء في هذه الدار وفي اللقاء لربه، فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أرفه. ومدة السقم يد، وقد دفن ليلة الأربعاء خير من أمن. ودهش الأصحاب إلة النبي، ولم يكن نسبة فيهم من أبي بكر وعمه الرضا العباسي. فخطب الصديق خير الناس، وثبت القوم، وجاء الخليل معزيا لهم على ما أثروا. وغسل المختار في الثياب، وولي الغسل من الأصحاب علي والعباس ثم ابنه. له والفضل ومولاه شكران مع أسامة، وذكر أن ابن خول معهم قد حضرا. وكفن المختار في أثوابه ثلاثة بظل الأرتياب، دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص، بل جعلت لفائفا وأدرجا بها عليه الله صلى مدرجا. وفرشت للمصطفى في القبر قطيفة حمراء دون نكر، وكان في طيبة حافرانه بالشق واللحد فجاثا. وألحد القبر له، وأطبق عليه تسع لبنات مطبقة في بيت عائشة، والصديق يليه حوله. ثم حوله الفرد صلى عليه ربنا وسلم والأصحاب أنجوم السماء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكره الذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل على محمد. ذكر وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في وفاته، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي إجماع بلا خلاف في ذلك، فهو حي في قبره الآن إجماع لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين مطلقا، بإجماع المسلمين على الإطلاق كتابا وسنة وإجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه جل جلاله في كتابه المحكم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. قال العلماء: فهم من فحوى الخطاب أن إذا أعطي الشهداء الحياة والأكل من ثمار الجنة فما بالك بالأنبياء، هذا كما قال تعالى: ولا تقل لهما أف في حق الوالدين، فمن باب أولى أن يضرب الوالدان أو يصرخ عليهما. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث مسلم أنه قال: ما زالت أكلة خيبر تعاهدني حتى قطعت البري، فهو شهيد أيضا مع النبوة، لأنه لما سمت اليهودية بقيت معه عذاب ذلك السم، وهو شهيد بالحديث الصحيح. فإذا هو شهيد بالكتاب، يقتضي حياته الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وأما إجماع العلماء فقد قال ابن القيم وهو من أصحابه: من ينسبون
موت النبي صلى الله عليه وسلم للسنة وهم أبعد من السنة من السماء، فقد قال بإجماع المسلمين أنه حي، ولا نحتاج إلى كلام ابن القيم، ولكن أحسن أن ترد على المعارضين بمن هو منهم. وهذا أمر مجمع عليه، معروف مشهور جدا جدا بلا خلاف، والأحاديث على ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم تعرض علي أعمالكم إذا وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإذا وجدت شرا استغفرت الله، قالوا تعرض عليك أعمالنا وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تكون جسوم الأنبياء ولا غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. وكما قدمنا ماضيا في أحاديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء هناك وأمهم ليلة الإسراء وقابلهم في السماوات وطبقات بعد طبقات، ووجد إبراهيم عليه السلام مسردا ظهره على البيت المعمور وخاطبهم وردوا له السلام ورحبوا به. ولذلك ألف البياقي كتابا سماه إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، فهم يستدلون بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وهذه حجة عليهم، هم يختصمون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيث يدعون موته ويدعون أنه لا ينفع في قبره وهيئات ما بعده، فهم يخاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالحياة الدنيوية انتهت وبدأ حياة دائمة أكمل من الحياة الدنيوية بإجماع المسلمين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاصمهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ذكر وفاته صلاة ربه عليه، ذكر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدار إلى ما هو أعظم، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكما قال سبحانه جل جلاله وللآخرة خير لك من الأولى، فالموت خير له الانتقال من هذه الدار، فالموتة الأولى منتهى. ولذلك أشار أبو بكر كما سيأتيكم بالحديث الصحيح أنه قال أما الموتة الأولى فقد منتهى، والله تعالى أجمع لك الموتتين، فقبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سيأتينا إن شاء الله. ذكر وفاته صلاة ربه عليه، صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. توفي المختار عام أي في السنة 11 من الهجرة النبوية، معناه أنه أكمل 10 سنين ودخل في 11، لأنه دخل في الهجرة، دخل في ربيع الأول وانتقل في ربيع الأول، فقد أكمل 10 سنين. ولما دخل في رأس 11 من الهجرة يعني توفي. وقد قال لبعض الذين كانوا يطلبون العلم مع العلامة محمد أحمد الشيخ حسين رحمه الله تعالى نفعنا به، أنهم قالوا له لماذا الهجرة لا تؤرخ بربيع الأول وهو عقد الهجرة، قال لعله بما أن وسائل الإعلام في ذلك الوقت ليست موجودة، والناس لما تأتي للحج تنفصل إلى أماكن بعيدة فيحتاجون إلى وقت ليبلغوا الناس، فلذلك أرخوا الهجرة بالمحرم، وإلا في الهجرة حقيقة هي في ربيع الأول. يعني هذا هم يوقع العلماء في ذلك الوقت، لا يمكنهم، لا يجتمع الناس إلا في موسم الحج، ولا يمكنهم التبلغ إلا فيه، فاحتار لهم عمر رضي الله عنه وقت يمكنهم يبلغوا للناس حتى يوصلوا بعد حجهم، قالوا السنة الهجرية بدأت المحرم. هو الله تعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. مالك رحمه الله تعالى قال ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يضعه الله في قلب من شاء. ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. توفي المختار عام أي وعمره صجل على الماضي، عمره 63 سنة على الصحيح، وقيل 65 ولكنه ضعيف. وقت الضحى في مثل يوم ولد، توفي يوم الضحى، وقت الضحى يوم الاثنين في يوم ولد، ولذلك ورد أن يوم الاثنين مبارك فيه ولدت وفيه بعثت، وكذلك أيضا فيه توفي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أطواره كلها وفيه بعث أيضا، بعث يوم الاثنين وولد يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين. وقت الضحى في مثل يوم ولد فيه عليه الله صلى أبدا صلى الله عليه وسلم. وخير المختار في البقاء في هذه الدار الدنيا إلى انقضائها، خيره الله تعالى بين أن يبقى في دار الدنيا إلى نهايتها،
وفي اللقاء لربه سبحانه جل جلاله. فاختار أن يلقاه تعالى، فحين أن نقاه الله تعالى إلى دار كرامته عن هذه الدار التي هي دار الأفداء، كما قال شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى، هذه دار الأسى والقدر وصاحب العقل بها وقت الضحى في يوم ولد فيه عليه الله صلى. فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أبقاه ما أعظمه وما أفضله وما أكرمه. ومدة السقي يد، مدة مرضه صلى الله عليه وسلم يد، معناها 14 يوما، الياء 10 والدال 4 بنقط جمل، وقيل إنها هو عليه الأكثر 13 يوما. وقد دفن ليلة الأربعاء، فمكثوا بالمحاورة لتأسيس الخلافة، لأن هذا أمر من أمور المسلمين جيد جدا ضروري فلا بد منه، شغلهم ذلك. ولما بويع بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه اطمأنوا على المسلمين، دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أمه. فدفن ليلة الأربعاء، مكث يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، دفن على الصحيح. ودهش الأصحاب إذ مات النبي، طبعا هذا شيء معروف، دهش تحير الأصحاب، وكان من أكثرهم حيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشاعهم طبعا، وطاشت عقولهم من عظم المصيبة التي نزلت بهم إذ مات النبي، واختلفت أحوالهم من ذلك. فأما عمر رضي الله تعالى عنه فكان ممن خبل، فجعل يقول والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه، يعني فقد العقل، خبل معنى الخبل غيب عنه، كما غاب موسى، قال لقد غاب كما غاب موسى عليه السلام 40 ليلة ثم رجع إليه. وأما عثمان فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء به، كانه لا عقل. عمر ضرب عصيبه، لا نعم قال الله لا يقول أحد أنه مات إلا وقطعت رأسه. فصار يذهب به ويجاء فاقد عقلا لا يتكلم، وأقعد علي بقي على الفراش، وأذني عبد الله بن أنيس. وعبد الله بن أنيس هذا قال في الشمائل الترمذية شرح جسوس عليها، قال إنه كان غائبا في ذلك الوقت، فلما بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خذ ببصري حتى لا أرى أحدا بعد حبيبه، وقطع عمية طبعا. قال القشيري لا، وكذلك وقع ذلك بالصحابة كثيرا، ولم يكن أثبت فيهم أبي بكر رضي الله تعالى. ولذلك الناس من غباوتهم وبعدهم عن معرفة السيرة يعتقدون أن أبا بكر رجلا يعني لطيفا و لينا في وقت الشدة، وهذا بعيد، هذا بعيد جدا، هذا لم يذوقوا طعم العلم، لم يذوقوا طعم العلم، لم يذوقوا طعم العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، حملت على أبي مسائل لو وضعت على الجبال لهاضتها لكسرتها، أمر يعني لا يتحمله عمر ولا عثمان ولا أي أحد من الصحابة. لم يكن أثبته من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن عمه العباس. وكان أبو بكر غائبا في مكان له خارج المدينة في تلك الليلة، فلما جاء وجد الناس في هذه الحالة، ووجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتكلم بما يتكلم، فقال أنزل يا عمر، فامتنع من النزول فقام بجنبه، فتوجه الناس إلى أبو بكر طبعا، فخطب خطبته الرائعة وثبت الناس ورد إليهم عقولهم، يسكن اضطرابهم لما خطب خطبته المشهورة، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله سبحانه وتعالى فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خلد إنك ميت وإنهم ميتون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا
أن الله أنزل هذه الآية فتلقاها الناس كلهم منه، فما أسمع بشرا إلا يتلوها، يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الجسوس: أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما تقدم إلى أن عبدة المؤمن وتعلقه إنما يكون حقيقة بالله تعالى، وأن الرسول عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا ليعرفوا الناس بربهم ويبلغوا أوامرهم ونواهي أو ما أوامره ونواهيه، فإذا ذهبوا لم يذهب الدين بذهابهم، لأن المقصود إنما هو الله سبحانه وجل جلاله وحده، هو حي لا يموت، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هم مسائل. وجاء الخضر معزيا، يقول أهل السير أنهم سمعوا صوتا يعزي أهل البيت، والتعزية هي الحمل على الصبر على المصائب. قال في المواهب: فلما توفي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، أي أهلها، جاء الناس يعزون أهل البيت، سمعوا صوتا من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله تعالى وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علي: أتدرون من هذا؟ هو الخضر عليه السلام، رواه البياقي والحاكم. وغسل المختار في الثياب، غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وقد أمر بذلك، غسل في ثيابه مراد بها قميصه، فلم يجرد منه مطلقا، بل غسل وهو عليه ثلاث غسلات: الأولى بالماء القراح أي الخالص الذي لا يخالطه كافر ولا غير، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافر، وهو طيب معروف. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن عن عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرده كما يفعل بالأموات بثيابه كما نجرد موتانا أن نغسله بثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ويقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو، غسلوه وعليه ثيابه، وغسلوه عليه ثيابه، ويصبون الماء فوق القميص ويدلكونه في القميص، وولي الغسل من الأصحاب علي بن أبي طالب بوصية منهم، فهو الذي باشر الغسل وكان يدلكه بخرقة من تحت القميص، والعباس ثم ابناه يعني ابني العباس قثم والفضل ومولياه شقران مع أسامة بن زيد، معروف أن أسامة بن زيد وشقران من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس والفضل ليعينان عليا في تقليب جسده الشريف، وقثم وشقران وأسامة كانوا يصبون الماء وعيونهم مربوطة بعصابة، لحديث علي: لا يصلني إلا أنت، فإنه لا يرى أحد العورة إلا طمست عيناه، رواه البياقي. وذكر أن ابن خولة معهم، ذكر بعض أهل السير أن أوس بن خولة وهو خزرجي من بني سالم بن عوف، وقد كان شهيد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، قال حضر معهم، قيل أنه حضر معهم في هؤلاء المذكورين، قد حضر في غسله، فكان ينقل الماء، وقيل حضر ذلك المكان ولم يلي شيئا. وكفن المختار في أذواب ثلاثة بيض، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أذواب بيض: سحولية نسبة لسحول بفتح السين، وتعشر قرية من بلاد اليمن. هذا يختلف العلماء هنا، هل هو فقط ثلاثة معناها لفافة ولفافتان وإزار، ولذلك قال دون عمامة ولا قميص، والمالكية يرون لا، يقولون أنها لا تحسب فيها العمامة والقميص، فثلاثة دون العمامة والقميص، فإذا عددنا العمامة والقميص صارت خمسة. أصحاب المذاهب الآخرين يقولون يأخذون بهذا الظاهر،
ويقولون ثلاثة فقط لا رجل، والمالكية يرون الخمسة ويقولون هذه قول السير دون عمامة ولا قميص إن لم تحسب بها، دون عمامة ولا قميص ولا خياطة، لا خياطة لا لم يخط بها هذه، إنما كانت لفائي فقط اثنتان لكمال الرجل لفافتان لفافة تعمو جميع بدنه، وإزار وقميص وعمامة على مذهب مالك أو لفافتان وإزار على مذهب غيره، بل جعلت لفائفا وأدرجا فيها عليه الله صلى مدرجا، وفرشت المصطفى في القبر قطيفة، وفرشت شقران ومولاه صلى الله عليه وسلم أفرش له قطيفة كما نقول سجاد في قبره، واختلف العلماء وهل أخرجت أو لم تخرج. ومحمد مولود في الكباب قال وهل أخرج ما شقران بالهادي فعل، وأشار إلى ذلك العلام العراقي بقوله وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت قطيفة وقيل أخرجت، وهذا أثبت أخرجت وهذا هو لا أثبت والصحيح. ورشت المصطفى في القبر قطيفة حمراء دون نكر، وكان في طيبة حافران، كان في طيبة حافران يعني حافران يحفران القبور. ولما أرادوا حفر قبره الشريف اختلفوا في الشق واللحد، إنهما كان معمولا بهما في المدينة المنورة على ساكنها وعليه أفضل الصلاة والسلام، حافران وأحدهما يلحد والآخر يشق، فقال الأنصار الحدوك ما نحفر في أرضنا، وقاله مكة إن يشقوا كما يشق في أرضنا، وكان هناك حافرا فمهاجري يشق وهو أبو عبيدة بن جراح، والثاني أنصاري الحد وهو أبو طلحة زيد بن سهري كما قال الشق واللحد، فقالوا نبعث إليهما فأيهما جاء قبل الآخر فعل فعله، فبعثوا إليهما فجاء الثاني صاحب اللحد أبو طلحة أول موحد الثاني وألحد في، فعلموا أن الله لم يجعل نبيه إلا مما اختاره، فعلموا أن اللحد هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه وهو الأفضل. واللحد كما تعلمون هو أن يشق أو أن يحفر للميت في حائط قبلة كما قال صاحب الرسالة، أن ينهى القبر وبعد ذلك يجعل له كمهل الكف قدر ما يسعه، ويسد القبر دون ذلك في قبلة القبر الشق هذا اللحد. وأما الشق فهو تضييق في أسفله، يحفر القبر ابتداء وبعد ذلك يضيق من أسفل حتى يسد فوقه بذلك الساق. وأطبق عليه تسع لبنات، أطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم تسع لبنات مطبقة في بيت عائشة، وذلك أنهم اختلفوا أين يدفنونه، فجاء أبو بكر وقال أن الحديث جاء أنه لا يدفن نبي إلا في المكان الذي قبض فيه، مطبقة في بيت عائشة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تحتجب هناك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر بعد ذلك فقالت إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي وأبي أبو بكر الصديق، فلا أحتاج أن أحتجب عنهما. يلي ثم حوله الفاروق، ولما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة مشهورة صارت تحتجب وقالت إذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أجنب، وصارت تجعل على رأسها لبنات ما تقال كم هم لبنات عادية الصفائح، لا لبنات فقط كم لها لبن يبريك طينها نعم هذا فقط قالوا لبنات وقصة أبي بكر الصديق أي قصة الدفن في هذه أشار لها قبل في الحديث أن عائشة رضي الله عنها رأت في نومها قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أغمال سقطت في بيتها، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ذلك وفسر لها أبو بكر ذلك أنها والقمر الأول الكبير، وبعد ذلك جاء أبو بكر والقمر الثاني فجاء عمر رضي الله عنه والقمر الثالث. ولما توفي عمر الخطاب رضي الله عنه قارب الموت بسبب ما ضربه به المجوسي، أجرنا الله منا، جاء أصل إلى الطبيب فقال الطبيب له أن يشرب اللبن ليختبر هل هو
قابل للعلاج أم لا، فلما شرب اللبن يعني خرج من مكان الضربة فعلم أنه لا حياة له رضي الله تعالى، فقال اتوني بالوضوء الآن ليتوضأ، لا إيمان لمن لا صلاة له. ثم توضأ رضي الله تعالى عنه ونادى عبد الله بن عمر قال له اذهب إلى عائشة بنت أبي بكر الصديق وأقول لها، يقول لك عمر الخطاب لا تقول لها أمير المؤمنين لأني لست الآن أمير المؤمنين. اسمعوا الصدق، قال ولا تقل لها عمر، لا تقل لها أمير المؤمنين، قل لها عمر الخطاب الآن لست أمير المؤمنين. انتهيت من الإمارة. يستأذنك في أن يدفن مع صاحبي. كانت عائشة تتحفظ بذلك المكان لنفسها، فلما جاء سؤال من عمر بن الخطاب قدمته في ذلك. الصديق إنما يعرف الفضل ذووه، إنما يعرف الفضل ذووه، أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل. قال علي رضي الله تعالى عنه وحسب كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم عذاب. الصديق يليه ثم حوله الفاروق رضي الله تعالى، سمي الفاروق لأن الله فرق به من الحق. والصديق معروف قصته لما أسيه النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق رضي الله تعالى. صلى عليه ربنا وسلم والآل وأصحابه أنجم السماء، وهذا يشير من الحديث الذي ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت واهتديتم، وضعه ولكن على كل حال هم نجوم، ومن اقتدى بهم إلى مذاهب الحق اهتدى، فكلهم كما قال المقري نجم من اقتدى بهم فقد اهتدى إلى الطريق المستقيم رضوان الله تعالى عنهم، وحشرنا في سورته وجعلنا من المحبين لهم على الإطلاق، وجمعنا فيهم بذلك الدوس على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته وحققن مطلب الآباء والصحب والإخوة والأبناء وحققن مطلب الآباء والزوج والإخوة والأبناء، وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة، وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا، واشرح إلهي ربنا الصدور واكفنا يا رب الورى الشرور، يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة الصالح والمسكين، واجعل بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون عزا، واجعل من الستر الجميل سترا، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائنا يكون، واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا، واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا، واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء زاهدين نصحا، وأصلح اللهم حال الأهل ويا
يسر اللهم جمع الشب. اللهم اجعلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يز الله عنا هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله فالله يجزيه أجل ما به جزى نبينا مقام النبي فالله يجزيه أجل ما به جزى نبينا مقام النبي اللهم اجزيه الجزاء الأوفى وأدخلنا في شفاعته واجعلنا من المقربين اللهم شفع فينا وفي والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء وعامته ويعود ربي فيها له نسأل الدخول فيها ويعود ربي فيها له نسأل الدخول فيها ونسأل النفع بها كأصلها بجي من قال لما نلها ونسأل النفع بها كأصلها بجي من قال لما نلها ونسأل النفع بها كأصلها بجي من قال لما نلها جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا العلوم أقلا مسلسلا جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا العلوم نقلا مسلسلا جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا القرآن مسلسلا اللهم أصلح أمة محمد آمين. اللهم فرج عن أمة محمد آمين. اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم استر أمة اللهم استر أمة محمد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك إبراهيم به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وترضى به الحوائج وتنال به الآمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونسم بعدد كل ما نملك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة وسلاما وبركة لا يحصى عددها ولا ينقطع مددها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة وسلاما وبركة لا يحصى عددها ولا ينقطع مددها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام وبركة لا يحصى عددها ولا ينقطع مددها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله